في الاقتصاد احنا شفنا الدول كلها تشتغل بالاقاليم، حيكون حل مشاكلها بالاقاليم، واحنا تشعر فيها. احنا المركزيه الان خلت لنا صمت الغاز ب 250 دينار ولتر البنزين ب 3 جنيه، هذا المركزيه. وفي التجاره بدنا نطرح انشاء اقليم اقتصادي. طبعا القانون 59 ينص على انشاء الاقاليم الاقتصاديه محافظتين او اكثر او بلديتين او اكثر اللي بينشوا اقليم اقتصادي. الاقليم الاقتصادي طبعا عنده ميزات كبيره، وهي تنسيق العمل داخل نطاق الاقليم، ايضا لها الحق في تاسيس شركات مشتركه محليه واجنبيه، قامت مشاريع مشتركه محليه واجنبيه. التجارة والصناعة والزراعة سبعة. نحن اليوم في غرفة التجارة الحقيقة لدعوة لمجموعة من النشطاء الاقتصاديين حتى نحل المشكلة الآن اللي عندنا فيها جنوب من شح ونقص شديد في البضائع الغذائية، حتى ندرس طرق بديلة عن النفط لاستثمار موارد الجنوب من المياه والزراعة. طبعا كان الحديث وجدوا الأعمال إنشاء صندوق اقتصادي استثماري لمنطقة فزان، وأيضا إنشاء إقليم اقتصادي لفزان. ما فيش تخصص يخطر في بالك في العالم مش موجود في جامعة سبعة، وجامعة رائدة في في في, في ليبيا، معترف بها يعني في جميع أنحاء العالم. مفتاح عمر رئيس الجمعية العمومية لمصرف الإقليم. تم دعوتنا اليوم قبل غرفة تجارية سبها بهدف مناقشة موضوع دعوة بلدية الجنوب، وهي 16 بلدية، من أجل تأسيس أو إنشاء إقليم اقتصادي وكذلك صندوق للاستثمار في الجنوب بإذن الله. حال الحرج الآن يمر بها كل الاقتصاد الدولي وليبيا بشكل خاص، مرحلة جديدة تعرف بمرحلة ما بعد كورونا. منطقة الجنوب منطقة استراتيجية من حيث إمكانية العمل والإنتاج، ولكن الشغل يحتاج تعاون، يحتاج تنسيق البلديات فيما بينها ليكون العمل منتج ومنافس على حتى المستوى الدولي وليس محلي فقط. وليبيا محتاجة احتياج كبير لما يمكن أن ينتج في منطقة الجنوب. أيضا الموضوع هذا يحتاج إمكانيات، فلهذا تم الدعوة لإنشاء صندوق استثمار. نهدف أن يكون صندوق دولي وليس محلي فقط يعني.